احنا مغمورين في هذه الدنيا. الانسان يقلع نفسه، شلون يقلع نفسه؟ يروح الى مشهد. الانسان عندما يروح الى مشهد في حرم الامام الرضا صلوات الله عليه، يشعر بانه ارتفع من هذه الدنيا. مثل تشوفون اطفال واقفين يتنازعون على فد شيء تافه، اصلا تتعجبون انه شنو، على شنو دا يتنازعون هؤلاء. الانسان اذا ارتفعت روحه يشوف الناس نزاع وخصام وركض، على شنو؟ واحد يتعجب انه على شنو دا يتعاركون هؤلاء، في شنو دا يفكرون. الذهاب الى الامام الرضا يرفع الانسان عن هذه الدنيا، بالذات في شهر رجب، وثوابه أكثر من ثواب العمرة. هذا في الروايات راجع البحار، زيارة الإمام الرضا تعدل عند الله ثواب 1000 حجة و1000 عمرة، والإمام الرضا وآباؤه يكونون شفعاء له يوم القيامة. هنيئا لمن تمكن أن ينال هذا التوفيق. واحد يروح إلى الإمام الرضا، واحد يروح إلى المدينة، واحد يروح إلى مكة. هذه الأشياء التي ترتبط بالآخرة، هذه فيها بركات كثيرة وآثار كثيرة، ومنها أيضا مما يرتبط بالآخرة المقابر. واحد يشعر بحالة ثانية، تنفتح أمامه أبواب وآفاق.